هتعمل فينا عامله بالشكل ده؟ عايزين نرجع باكر بقى عشان خاطر مامتهم تقوم تديلهم احسن اهو وترمي ولادك الرميه دي. يا ولاد ده انتوا بيتهيألكوا بس. تعالى خش خش استنوا انتوا واكوا وحشه جدا وانتوا خلاص انتوا تبادلوا بعض انتوا تاخدوا قوادهم وانتوا تاخدوا قوادهم. لسه هنشيل ونحط تاني امرنا لله بقى. يلا بينا يلا. لا القوات بتاعتنا حلوه ومش معقول نسيبها لهم. فينا رجاله بينا. اما انت عندك سرعه بديهه بشكل يا ما شفت حاجات زي دي في المعسكر وبرجاله بشنبات. خلاص ظهرت الرؤية. رؤية ايه؟ هلال الشهر الجديد. شهر ايه؟ شهر العسل يا حياتي شهر العسل. ماما ماما وحينا يا ماما. بطني 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 بطني. مالك يا حبيبي؟ في ايه؟ بطني مكتوب حاجة. بطني تعمل له حاجة سخنة؟ لا أحسن يكون لعور. يبقى لازم الدكتور. تعالى بطني. فين يا حبيبي؟ بطني وجعاني يا ماما. معلش يا حبيبي معلش وجعاني. معلش يا بابا. طب متشكل متشكل. سمير ماله يا بابا؟ كل واحد يوقف. حالا الدكتور جاي حالا. ساكت جنبينا. طمني يا روحي طمني يا حبيبي. هو اخوكوا ماله؟ مالكوش دعوه. من الجاتوه بتاع بابا اللي قاعد يطفحه. حاجة عمركم ما شفتوها. اتلم يا ابني انت وهو وخش اوضتك. خلي الله دي تفوت على خير. ها ده لازم الدكتور. الهكسوس. تعالوا يلا. معلش يلا يلا يلا. تعالوا تعالوا هنا هنا. ما تاخذناش يا دكتور احنا اصلا لسه متجوزين النهارده. متجوزين النهارده بس لازم دول بقى ولادنا يا دكتور. ولادنا. نعم ايوه ولادكم متجوزين النهارده ومخلفين كل دول. امال بعد سنه هتعملوا ايه؟ حضرتك مش واخد بالك. ايوه دول مش ولادي انا وهو. نعم امال ايه؟ دول ولادنا احنا الاثنين. الاثنين اثنين ايه؟ خلينا في العيان دلوقتي. ايوه خلينا في العيان دلوقتي يا دكتور. عيان مين يا استاذ؟ عايز تبقى انك مخلف كل دول تبقى عيان. عيان مين؟ مش انا اللي عيان. ايوه كده. فين العيان؟ ده سمير. سمير؟ انا سمير. مش انت؟ سمير الصغير ابني. ابنك. ويبقى انا واحد بقى في اللي واقفين دول. ده جوه. هو لسه في جوه؟ روحوني. ده تعالى تعالى بس تعالى بس تعالى. هي الحكايه دي بتحصل لاخوك دايما؟ ابدا دي اول مره. ربنا يشفيه. متشكر. خد نفس يا بابا جامد. وريني بقك يا حبيبي كده. ده بلع معزة. اتغطى يا بابا اتغطى ونام. ايه يا دكتور؟ ما عندوش حاجة يا مدام. امال ايه المغص ده؟ ده بيمثل يا سعادة البيت. يبقى دخله معهد التمثيل أحسن. السلام عليكم. دكتور ولا مؤاخذة كامل بزيد.
والله يا فندم انا في الحالات العاديه متعود اخد 5 جنيه. وفي الحاله دي؟ الحاله دي بقى انا حد لسيادتك 5 جنيه. يا راجل امسك، ده انت صاحب عيال الله يكون في عونك. انا قلت لابويا ما يدخلنيش كليه الطب، يا ريتني دخلت كليه البوسطه في طنطا. سلام عليكم. يا ابني الايه بقى كل دي تمثيليه؟ شوفي نايم ازاي وبراءه الكبار في عينيه. اصله متعود ينام جنبي طول عمره. طيب انا اسفه يا حلمي ان في اول ليله يحصل كده. مش مهم، كفايه ان انا اقوم الصبح والاقي وشي قدامي يا حبيبتي. تصبح على خير. وانت من قلبك. لبس هدوم المدرسة والاستعداد للفطار في 10 دقايق.